مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني في عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام، وضيفنا اللي منورنا النهارده بدأ حياته بقى الفنية وشارك في أعمال كتير مسرحية، التحق بدار الأوبرا المصرية وتحديدا مركز الإبداع، اتخرج في الدفعة التانية للمركز سنة 2011، شارك في مسرحية قهوة سادة اللي اتعرضت على كتير من المسارح المحلية والعربية. من أهم الأعمال بقى اللي شارك فيها ضيفنا وسابت بصمة مع الجمهور كان فيلم أمير البحار وفيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مع الفنان الكبير الفنان محمد هنيدي، واللي بيعتبره من أهم الأفلام السينمائية في السنين الأخيرة. وضيفنا كمان شارك في أعمال درامية كتير زي مسلسل النهاية وابن حلال والكبير قوي والجماعة وعايزة اتجوز وغيرهم من أعمال تانية كتير. ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في عيش صباحك الفنان حسام داغر، صباح الفل ومنورنا. صباح الورد عليكم. نورك يا حسام. الحمد لله كله جميل. يعني قبل ما نبتدي كده حابين نقول لك الحمد لله على السلامة، عشان عارفين انك كنت بتمر بظروف صحية ولكن الحمد لله عدت على خير. الله يسلمك. الحمد لله. لا احسن دلوقتي وخلاص، يعني بقى عمر الشاي باقي بقى. الحمد لله الحمد لله. يعني انا عارفه الحلقه النهارده هتبقى ضحك بس، يعني هحاول نسال في شويه اسئله جد بس عارفه انها هتنتهي بضحك. طيب هنتكلم طبعا على الاعمال الفنيه وكل حاجه، بس عايزين نعرف بقى ان انت ازاي كنت دكتور بيطري، يعني لو سمحت تشرح لنا الموضوع ده. مصر كلها عرفت الموضوع ده. يعني احنا نفسينا نسمع منك اكتر. والله انا حاولت اداري الموضوع قد ما اقدر سنين طويله، عشان برضو الحيوانات وكده الناس عارفه في، يعني حتى لما تعرف الموضوع ده بتتحشاني بقى وتهرب من وشي. حيوانات لما بتعرف الموضوع. طبعا لا الموضوع لطيف جدا، وانا يعني قضيت فيه فتره، وكنت مؤخرا كده كنت عملت لقاء مع صديقي وحبيبي يعني محمد هنيدي، اتكلمنا في الموضوع ده والاول مره اتكلم فيه فعلا يعني. فلما اتكلمنا فيه فجاه لقيت الموضوع الناس حبته جدا، يعني عرفت تفاصيل واسرار وحاجات لها علاقه حتى بالشغلانه كمان، يعني الناس ما تعرفهاش اصلا. يعني في تفاصيل، يعني دكاتره باترين كده انت حطيت نور على حاجات احنا عمرنا ما حد عارفها ولا حاسس بينا ولا حاجه. اكيد 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 في مواقف مريت بيها وسمعنا عن شويه مواقف كده، وكان في شويه مواقف فار معين في شهيد بقى ده شهيد العلم ده مش انا عليه الفار ده ده ليه شهيد العلم طبعا، لان طبعا اكتشفت ان الفار ده مش انا واحد قتلته، اكتشفت ان غالبا كل داخل ماده فارماكولوجي مروا بالتجربه القاسيه دي يعني. فكان في الفار وكان في يعني لا ده والفرخه طبعا اللي يعني بتعاني من امراض غريبه نفسيه دي. لا انا في حاجات تانية مع يعني ما حكيتهاش، لان طبعا غريبه ان هنيدي كان فاكر الكلام ده مع ان انا حكيه له مثلا من 2009 واحنا بنصور امير البحار، فلقيته فجاه ساب بقى امير البحار وساب الحلقه وساب كل حاجه. فراغ لك انا عيد لك بقى. بقول لك ايه بقى، فاكر الفار اللي موجود في الكليه؟ انا استغربت جدا انه فاكر، يعني انا يعني فاجئني على الهواء يعني احنا بنسجل التسجيل بتاع ان هو بيكلمني في حاجات بقى كده، حتى جوله الناس قالوا له احنا كده خرجنا عن الحلقه بتاع امير البحار، قالوا له امير البحار ايه انا. قال انا عايز حسام يتكلم، سيبوه يتكلم ما كوش دعوه انتوا. لا وفعلا الحلقه كسرت الدنيا. طب عايزين نتكلم على التحول بقى من طبيب لممثل، حصلت ازاي؟ والله لا هو ما حصلش اصلا، لان انا حد يعني انا بدات ممثل واستمرت ممثل. انا ما اشتغلتش ما مارستش مهنه الطب فعلا البيطري الا يعني فتره صغيره جدا وفي شغل مختلف ليه علاقه بامراض الدم والمناعه كلينيكال باثولوجي يعني. لكن انا بمارس التمثيل من وانا في الجامعه يعني، وكان بالنسبه لي هو اللي واخد كل وقتي واخد كل حياتي، وفريق المسرح كنت رئيس فريق مسرح ومسكت رئيس فريق منتخب بتاع جامعه القاهره، فيعني كنت بعدي عليهم بس كده مرور الكرام كده. ربنا رزقني كام دكتور عندنا برضه، خلي بالك طب بطري مطلع فنانين كبار يعني. يعني كان عندنا اساتذه كبار مهمين، كان دكتور يسر خميس ده استاذ ماده الجراحه العامه، وكان دكتور جراح خيل على مستوى العالم مشهور جدا جدا، الله يرحمه توفاه الله. كان هو اللي كاتب بوجي وطمطم، وهو اللي عامل مسرحيات محمد صبحي الشهيره كلها كارمن، فعندنا برضه كان كام حد كده برضه ايه التاتش الفني موجود. الفني موجود يعني. الحمد لله ان هم انقذوني فعلا. كانوا مقدرين اللي انا فيه يعني. انت يا ابني بتعمل ايه هنا؟ اقول لهم معلش بقى الشغل. طيب نخش بقى على الاعمال الفنيه، بيتعرض دلوقتي ليك حي السيده زينب، تحكي لنا بقى اكتر عن الشخصيه اللي انت مقدمها. مسلسل حي السيده زينب من احلى ادوار حبيتها جدا في حياتي حقيقي يعني. بقى في شخصيه اسمها ابو المكارم،
هو مفروض شاب يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، لان هو عانى من وهو صغير في حادثه ادت لبتر قدمه. فالدور من اول ما قريته اصلا يعني بعت لي استاذ محمد النقلي المخرج وقريت، قلت له الدور جميل جدا، وحبيت اشكر قوي استاذ سوسن بدر ان هي ترشيحي، يعني هي اللي مرشحاني للشخصيه لما هي قريت، معناها هي بطله المسلسل يعني. قلت لهم حسام داكر احسن واحد يعمل ابو المكارم يعني، فقريت الدور حبيته من اول يوم يعني، حبيت درجة ان يعني ركزت فيه جدا وكنت شغال عليه بتركيز غير طبيعي، وكان مرهق بصراحة يعني، لاني بضطر طبعا يتعمل رجلي بطريقة معينة عشان تبقى باينة انها طبعا. مش وبتحرك طول الوقت على العكاز، وما شاء الله المخرج كان كل خطوط الحركة يعني بيخلينا اروح الحركة كلها رايح جاي، ويقول لي معلش يا حسام اتعب دلوقتي عشان بكرة تاخد جايزة، بكرة تاخد جايزة، اقول له اخد جايزة انا بموت حرام عليك، يبقى في جنازة مثلا يمشيني الجنازة كلها، يجيبني من اول الشارع لاخره، اقعد اقول له يا استاذ محمد يا استاذ محمد. سبحان الله كأنه تنبأ فعلا، لأن أنا أخدت عليه جايزة فعلا، وأثناء عرض المسلسل يعني مسلسل وهو شغال أخدت جايزة أحسن ممثل شاب في مهرجان اسمه مهرجان نجم العرب، نتيجة استفتاء يعني من الجمهور، ودي أول جايزة أخدها على الدور، ويعني بسطت جدا لأن الدور حلو بصراحة، وطاقة التمثيل كمان اللي كانت بيننا وبين الممثلين كانت رهيبة، كمان محمد يونس ومعايا لبنى ونس بيقدم شخصية أخويا ووالدتي، وهم الاثنين صراحة يعني بيمثلوا بعينيهم بشكل مش طبيعي، فجميل أوي إن الممثل يلاقي حظه حلو يبقى قدامه ممثل يعني بيبقى فيه كده كيمستري، وطبعا كان عاملة مراتي بقى اللي هي سامية طرابلسي، لا بصراحة يعني المسلسل كان جميل يعني، طبعا أستاذ حسن بدر بقى مش أول مرة أشتغل معاها يعني، عملنا مع بعض قبل كده خرم إبرة مع عمرو سعد، وعملنا النهاية من سنتين، فالتمثيل معها متعة يعني ما يعرفهاش غير اللي يقف قصادها يعني. طب انت بتشوف ان الشخصيات المركبة هي اللي بتظهر موهبة الفنان، ولا اللي هو فن الارتجال هو اللي بيفرق بقى ممثل عن التاني؟ والله انا عن نفسي لو سألتين انا بحب الشخصيات المركبة جدا يعني، انا ده دي حاجة فيا يعني من زمان يعني، بميل اكتر للشخصيات المركبة اللي مثلا فيها مشاكل بقى، فيها تريب، فيها حصل تويست كده في الشخصية في النص، والصراحة يعني جابوني كتير في الموضوع ده يعني، انا في ابن حلال برضو كان طالع شخصية مركبة، طالع طيب وكان بيقلب بدرجة انه بيقتل الباباه في اخر المسلسل الاستاذ محمود الجندي الله يرحمه، وفي مسلسل تاني اسمه وعد كنت عامله كنت برضو بقتل صاحبي ما اعرفش ايه الحكاية مش عارف لا، وفي زلزال كنت طالع خالي استاذ ماجد المصري، وكان عندي مشاكل معاه انتقم منه طول المسلسل برضه، في فواضح ان انا عندي مشاكل مع قرايبي يعني، عندي مشاكل مع قرايبي، اي حد عنده مشاكل مع قرايبي يجيبوني على طول يرشحوني في الدور. لسه هنفضل مكملين مع الفنان حسام داغر، لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت له على الواتساب بتاعنا 015-5952-1006، واكيد كمان على صفحتنا على فيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع كايروكي ونرجع نكمل معاكم تاني هنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منورنا ومشرفنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في الفنان الجميل حسام داغر، وعايزين نتكلم معاه بقى على مسلسل اللعبه اللي كسر الدنيا واتعمل منه اكتر من جزء، وهو حاليا بيصور الجزء الثالث بتاعه. عايزين تكلمنا اكتر حسام على دور بقى رجب شناكل. رجب ابن شناكل. والله اللعبه بنصور فعلا حاليا، انا جاي من التصوير يعتبر، احنا مخلصين امبارح متاخر جدا، جزء جديد حلو جدا يعني، عايز ابشر الجمهور انكم هات يا جماعه في جرعه غير طبيعيه من الكوميديا في الجزء الثالث، فظيع يعني حقيقي، مكتوب حلو جدا. شيكو وهشام ومعتز التوني الشغل معاهم يا جماعه فعلا مريح، انا ما بحسش براحه نفسيه بصراحه من ساعه امير البحار في اللوكيشن قد ما حسيته في هناك في الاعمال الكوميديه يعني. يعني هم بيسيبوا حاله كده من الضحك كده، كمان بيبقوا حابين طول الوقت الناس تقول وتزود، فده بينعكس بقى على الشغل يعني، بتلاقي طول الوقت احنا ايه بنضحك وبنهزر بحال حقيقي، فقدام الكاميرا طالعه بقى طبيعيه قوي يعني، والدور علي مع الناس يعني، انا كنت على طول بقول شيكو يا مساتر، ويا مساتر دي علقت، ما اناش عارفه مساتر دي جت منين، لان هو في الحلقه الاولى في الجزء اللي فات كان هو بيقول لي يا رجب انت خلاص بقيت مستر رجب، وانا مستر وسيم وده مستر جميل، كلنا هنا مساتر. انا بقى كان الراجل ده غلبان قوي، قال له حاضر يا مساتر، وقفشت بقى خلاص بقى هو مساتر بقى طول المسلسل بقى.
فبصراحه تجربه كانت جميله جدا. حسام عايز اسالك على موضوع، انت بتقول الجو مريح والدنيا لذيذه وانت تحب، ده عامل اساسي ومهم بالنسبه لك اكيد وانت داخل اي عمل. ده حقيقي طبعا، يعني ده مش ليا انا لاي ممثل، الكواليس المريحه بتنعكس على الشاشه، ده حقيقي، لان ده اللي فاضل بنشوفه. يعني ايا كان المشاكل اللي ورا الكاميرا بتتنسي وتختفي، ويتبقى بقى ايه الممثل بقى بالزبط. هو انت يومك كنت عامل ازاي بقى؟ كنت مركز في الشغل ولا كنت مسحول في الحوارات اللي ورا اللوكيشن؟ بس ممكن ترفض عمل لو مثلا حاسس انه لا التجميعه دي مش هتبقى مريحه بالنسبه لك، او عارف ان هيبقى في مشاكل كتير. أيوة طبعًا في العمل بتحصل كتير. انا بالذات اصلا كمان بختار بعنايه. يعني انا مش كائن كده اللي هو يلا بينا دايس في حاجه، يعني لا، يعني بحب اختار، يعني عندي الحته دي بقرا، يعني الناس اللي بطلب الورق واقراه واشوف ايه الموضوع، ولو في فرصه اتناقش مع المؤلف او اقعد مع المخرج. يعني ده شيء طبيعي، يعني لان بحب ادواري تسيب اثر، يعني ما بحبش الدور اللي عدي كده مرور الكرام، ما بحبش ابقى جزء من بوكيه انا مش مرتاح فيه. هي بتقال عليها بوكيه على الشكل، تركيبه الممثلين لما بيبقوا مع بعض مثلا على افيش فيلم او حاجه، فما كانش الموضوع كله عاجبني ما بشتغلوش بصراحه يعني. طب بمناسبه كلامنا على مسلسل اللعبه وبيتعرض دلوقتي على احد المنصات، بتشوف ان المنصات دي دلوقتي بتفيد العمل ولا بتضره؟ لا والله انا شايف المنصات دي حاجه كويسه جدا، وخلاص ده اللي جاي رسمي سواء شئنا او ابينا، يعني لان ده اللي جاي. الناس كلها دلوقتي ماسكه الموبايل، فكله بيدور على انه يتفرج بشكل اسهل من انه يتفرج عن طريق مثلا الستريم تي في العادي او كده. وفي نفس الوقت فتحت مجال اكبر بصراحة، يعني الأعمال أكتر بكتير، والمخرجين أكتر بكتير يظهروا، ممثلين أكتر بكتير يبينوا. على العكس أنا شايف أن ده اللي جاي، وده بصراحة أحلى. يعني أنا شخصيا لو سألتني فترة فاتت بتتفرج إزاي، أنا طول الوقت فاتح أبليكيشنز أغلبها منصات، يعني سواء كانت دولية زي من غير أشهر. ما نقول زي الأشهر يعني الأشهر بس يعني هما طبعا مشكلتهم أنهم بيخلوك بقى إيه مدمن بقى للحاجة دي. يعني أنا في مسلسلات ممكن أقعد أتفرج عليها بكذا سيزون ما بتحركش فمع الوقت كده الاقي البنطلون ما بيقفلش، الاقي القميص ما بيدخلش، يعني بتخض يعني من مقاساتي بعد. لا فلازم الواحد برضو يبقى يفايق، يعني يركز للكالوريز اللي بياكلها وهو قاعد بيتفرج، هو مسحول مع مسلسل معين. مسحول بالظبط. طيب حسين، طبعا انت بتبهرنا في كل ادوارك وكل حاجه، بس عايز اعرف ايه اكتر حاجه قريبه من قلبك، الادوار الكوميدي ولا الادوار المعقده التراجيدي؟ يعني ايه اللي بتحب ان انت تقدمه اكتر؟ والله انا بحب التمثيل، بعتبره زي رحله كده. فهتقولي لي بتحب ايه اكتر؟ لا انا بحب كل حاجه عملتها انا حبيتها. بمعنى الكلمه يعني في اي دور عديت عليه كده طالما عملته وديته حته مني زي ما بيقولوا كده، يعني اديته من روحي كده وتركيزي ووقتي وكده، لا حبيته جدا يعني. وبحب كمان اكتر اللي بيبقى فيهم بصراحه يعني الاثر الدرامي، يعني لان بشوف في عين الناس الاعجاب، وبشوف في عين الناس لكن دايما الكوميديان حقه مهدور قوي، ده على مستوى العالم كله. يعني عمرك ما تلاقي مثلا ممثل كوميدي اوسكار مثلا على دور عمل، يعني ما تلاقيش، يعني غريبه. يعني بيبقى هو موت الناس من الضحك وكل حاجه، لكن ما بياخدش دايما الجوائز التقديريه في المهرجانات في النقطه دي. لكن الادوار الدراميه بتسيب اثر، كمان بتبقى مرتبطه عند الجمهور باثبات الموهبه اكتر، يعني لان فيها انفعالات وفيها مشاعر وفيها شخصيات معقده اكتر وبتبقى مركبه وحاجات فيها بالعين اكتر تعبير وبتاع. لكن الكوميدي احنا برضو مع ان الكوميدي اصعب معلومه طبعا كتير، يعني انا جربت الاثنين وعشت فيهم دلوقتي 20 سنه من عمري تمثيل، لكن لا الكوميدي اصعب بكتير، وخصوصا انك بتخاطب شعب دمه خفيف بطبعه. ده حقيقي، ده اصعب بكتير. الشعب ده يعني معيار فظيع طبعا. انا لاحظت ان اغلب الناس اللي بيضحكوني في الحقيقه مش ممثلين، هم ناس ام واحد صاحبي مثلا مش عارف ايه، يعني ابوه، يعني الناس دي بتضحكني جدا يعني بموت منها يعني. ففعلا انت بترمي كمان اللي فات على جمهور صعب يعني طبعا. فاهم ذواق يعني بيفهم. شوف احنا من امتى يعني الكوميديا عندنا؟ يعني من زمان. يعني انت لما بسافر اي دوله عربيه بفرح جدا لما اشوف عينيهم فكره ساعات انت مصري وتلاقيهم كلهم عليهم كلمه واحده ساميها عادل امام، كان عادل امام ده هروح الاقيه قاعد معايا في الجيم اقول لهم حاضر انا هسلم لكم عليه، حاضر اول ما اشوفه هسلم عليه. طبعا عادل امام الزعيم استاذ طبعا. ورب اجيال بقى، مش احنا بس أكيد. رب العالم كله يعني، رب العالم العربي كله على الضحك النظيف يعني. طب انا عايز اسالك سؤال بمناسبه كلامنا عن الادوار الكوميديه، انت بتقول ان هي مش من الادوار اللي بتاخد حقها قوي في الجواز، بس بتاخد حقها برضو مع الجمهور لو الدور علم بجد. احنا ما ينفعش يبقى معانا حسام ده غير النهارده
وما نتكلمش عن دوره في أمير البحار اللي كسر الدنيا وناس كتير لحد النهاردة لسه عارفة ان ده الشاعر اللي كان بيحب سلوى وكان بيكتب لها الشعر بطريقة معينة. لا ده سلوى دي اكتر كلمة تطلب مني يعني. انا اول حاجة الناس بتقولي والنبي قول لنا حتة الشعر، خلاص انا بقيت شاعر يعني. وكل الناس تقول لي والنبي قول لنا سلوى يعني. لما قلت السلوى دي الناس تزعل يعني، النبي قول لنا سلوى ما اعرفش يا جماعه. حتى سلوى دي جت كده باي ذا واي يعني، واحنا بنصور كنت بقول القصيده بكلم فيها شيري، المفروض هنيدي قاعد، فانا بقول لها عيناكي عيناكي تائهتان في البحر الحزين، واراك شارده ولا تتكلمين سلوى. فانا جات لي سلوى دي فجاه كده وانا بسجل اصلا يعني، وانا بصور فعلا. حد هنيدي رد عليا برده بشكل عفوي وقال لي ايه سلوى، ايه سلوى انت بتقولها دي، وقعد يهزر كده وبتاع. سبحان الله دايما بيني وبين هنيدي كيمياء جميله جدا يعني. حتى واحد بنعمل برده القصيده الثانيه اللي هي كانت في كافيه، لما بقول له ياه لما الموت ساعات يبقى طعمه احلى من الحياه، شايف يا حياه. اصل اللي بقول له دي الناس كان استاذ يوسف معاطي المؤلف بتاع الاستاذ كبير طبعا، هو اللي كاتب امير البحار وهو اصلا شاعر كمان، فهو قال لي بص من الاخر كده الشعراء عندهم حته كده ايه بيستطعموا قوي اللي بيقولوه، فقال لي بعد ما تقول يا وبتاع قول له شايف يا حياه، قال قولها له بحب، وهو عارف ان هنيدي الحاجات دي بتغيظه. فرد الفعل كان طبيعي. فجاه لما قلت له هنيدي قلب عليا الاكل كله، زق الحاجه كلها على الترابيزه وقعد يضحك يعني، قال لي ايه اللي بتقوله ده يا عم. هو طبعا كان اكتر واحد ميت من الضحك استاذ يوسف لانه عارف اللي هيحصل. لسه هنفضل مكملين معاكم، ولسه منورنا ومشرفنا الفنان حسام داغر والسخسخة مكملة معانا. ليه ايه سمعنا حاجة بسرعة عشان ايه. يلا نسمع حماقي، يلا يلا نسمع حماقي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. ولسه منورنا ومشرفنا الفنان الجميل حسام داغر، يلا بينا. انتم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم تاني في عيش صباحك، ولسه قاعد يعني كميه الحكاوي اللي بنحكيها مش عارفه هنلحق نقولها على الهواء ولا لا. يا جماعه فاتكم كتير قوي، حاجات كتير قوي اتقالت في البريك يعني، حاجات ينفع تتقال وحاجات يعني يستحسن ما نقولهاش. طيب حسام، بما اننا عاملين نكتشف مواهب نكتشف مواهب، عايزين نتكلم بقى على الكتابه يعني، نخش على الكتابه شويه. الكتابه انا الفت كتاب اسمه استوديو الممثلين. الكتاب ده الحمد لله موجود دلوقتي في بقى له حوالي سنه ونص في، ونزل في معرض الكتاب اللي فات، وان شاء الله موجود في معرض اللي جاي. استوديو الممثلين استوديو الممثلين في جانب بس ايه جانب ثاني محدش يعرفه عني خالص، ليه علاقه بتدريب التمثيل. انا درست التمثيل كمان بعد ما خلصت هنا في مركز الابداع مع استاذ خالد جلال، وخلصت فتره الدراسات اللي قضيتها في مصر. سافرت امريكا ودرست في جامعه جورج واشنطن منهج تمثيل اسمه مايزنر، سانفورد مايزنر، ده منهج تمثيل سينمائي مشهور جدا على مستوى العالم يعني. وبدرسه من 2010 مثلا في القاهرة، وتخرج من عندي لحد دلوقتي يعني. الدفعة شغالة دلوقتي معايا هي الدفعة 43 ما شاء الله. فعد عليا أجيال كتيرة بقى، شباب كتيرة وبنات ويعني وناس كبيرة، كله درس الحمد لله معايا. والجزئية دي أنا بحبها جدا وبعتبرها يعني حاجة يعني إيه يعني جنب التمثيل احساس رهيب قوي ان انت كمان تعلمي تمثيل او انك طبعا تشوف بقى نجاح الطلبه اللي هم كانوا مثلا عدوا عليا. طبعا ما بحبش بقى يقعدوا يقولوا لي بقى استاذي والجو ده عشان ما يكبرونيش وانا انا حابب اقول ولادي بقى افوار الناس يقعدوا يقولوا ولادي. لا ما بقولش ولادي خالص، بقول حبايبي وكلهم صحابي وكلهم اصدقائي فعلا يعني على مدار الوقت. فمن هنا جت الفكره، قلت انا بدرس تمثيل بقى لي فتره، واللي بدرس لهم عدد مهما كان مش كبير عدد يعني، فقلت ليه ما انقلش كل اللي انا اتعلمته في كتاب بحيث ان انا ايه ينتشر بقى على مستوى العالم العربي ويبقى من المحيط للخليج كده زي ما بيقولوا، لان كتب التمثيل بالذات على مستوى العالم العربي او مكتوبه بالعربيه قليله جدا جدا يعني، تكاد تكون مفيش. فمشهورين اكتر مثلا ستانسلافسكي الكتاب القديم المكتوب بالانجلش، ممكن في اوتا هاجن عامله كتاب حلو جدا فن التمثيل بس كله بالانجلش. فمن هنا قلت طب افرض واحد يعني انا مثلا ايه خدت سنين وخطوات وسافرت وجيت عشان اوصل لده، طب ما اللي انا عرفته ده ليه ما انقلوش في كتاب بحيث ان هو يختصر الطريق للي جاي عاوز يتعلم ياخد بقى يبدا من مكان ما انا
ولا انتهيت يعني. فمن هنا جت الفكره، قلت لا انا هكتب الكتاب واشتغل عليه. وفعلا انا بكتب فيه بقى لي 3 سنين قبل ما ينزل، لان هو مش مجرد كتاب كده، انا عامل فيه مناهج التمثيل كلها، وحاطط منهج مايزنر بشكل اخص اللي هو منهج تمثيل سينمائي مشهور جدا على مستوى العالم، ومن تلامذه مايزنر على مستوى العالم طبعا في توم هانكس ودينزل واشنطن وجوليا روبرتس، يعني ناس احنا بنحب تمثيلهم. ومن هنا جات لي فكره برضو ان انا ادرس مايزنر، لان انا لما حبيت تمثيل الممثلين دول عايز اعرف هم اتعلموا ايه عشان يبقوا بالتلقائيه والطبيعيه الفظيعه اللي هم فيها دي. فروحت درسته والحمد لله الكتاب موجود، وكمان موجود على مستوى العالم العربي، يعني نزل في معرض الشارقه للكتاب، ونزل في معرض الرياض، ونزل في معارض كتيره جدا يعني، والحمد لله فيدباك بتاعه كويس. وانا عامله زي الرحله كده يعني، مش عامله بكام مناهج بس، لا يعني في جزء خاص بتجربتي اللي انا مريت بيها في السفر، في جزء بتكلم فيه عن دراسات الطب النفسي، عن نظريات التقمص وهل ده مفيد ولا مضر للممثل، وبتكلم عن حاجه اسمها الذاكره الانفعاليه. يعني كتاب مفيد بشكل عام كده، اللي حابب يتعلم يعني لو اراه هيفرق معاه جدا يعني. ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب انت من عشاق المسرح احنا عارفين، وكان في مشروع مسرحيه يعني قريب، ولكن وقف لظروف ما، يعني تحكي لنا عنها اكتر. انا فعلا كنت بحضر، انا بحب مسرح جدا، انا بعتبره بيتي يعني. فكنت مريت بتجربه الفتره اللي فاتت دي مع استاذ اشرف عبد الباقي، عملت معاه مسرح اسمه سبحان مباركه، وبصراحه كانت يعني رجعتني المسرح، كان بقالي كتير ما عملتش مسرح من ايام اهل رمضان، انا ومحمد رمضان وروجينا والناس تانية. فانا بحب مسرح جدا يعني. فقلت طب اتعلمت من استاذ اشرف فكره ان يعني الواحد بيوصل لمرحله كده في الفن كده، ان يبقى مسؤول كمان ان هو ايه يطلع ناس بخبرته ويساعدهم يعني. فمن هنا جات لي فكره ان انا اعمل فرقه مسرح، وقلت اسميها على اسم الكتاب استوديو الممثلين برضه. قلت اسميها فرقه استوديو الممثلين، وكتبت المسرحيه فعلا، هي اسمها مدام بومبادور. مدام بومبا او بومبادور يعني. وكنت انا هعمل مدام بومبادور دي، ده الافيه. مدام بومبا. مدام بومبا دي، ايوه بالظبط. مدام بومبا دي ست عجوزه عندها 100 سنه او اكتر، وكانت بتشتغل كومبارس في السينما. انا عامل ده تاريخها يعني الفني، بس هي بتتعامل زيها زي النجوم بالظبط يعني، هي تاريخ يعني. اغنيه 100 سنه سينما دي معموله عشانها هي يعني. انا 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 100 سنه سينما. فكاركتر حلو جدا، واتاجلت لظروف يعني، هي اوريدي جهزت واتعملت البروفات والمسرحيه، كنا هنسافر نعرضها في الموسم في السعوديه، لكن بسبب انشغال الكاست اللي كانوا معايا ناس برضو بروفيشنال جنب الهواه، فاجلناها. وانا كنت عندي سفريه في جورجيا اللي رحت اتعورت فيها دي. الله يسلمك. فأجلناها شوية، وسبحان الله أنا دائما بؤمن بأن ربنا بيختار الوقت الأفضل، لأن التأخيرة جت بفايدة يعني، أن يعني بومبا هتظهر الأول في الميديا قبل ما تظهر على المسرح، وده هيخلي يعني يبقى ليها جمهور إن شاء الله قبل ما نقلبها مسرحية يعني. أتمنى أن ده يبقى أول تصريح ليه علاقة بموضوع مدام بومبا هنا يعني، حصري على نجومة فعلا. ده حقيقي، أول ناس عرفها دي لسه طازة قوي زي على النجوم يعني. في انتظار مدام بومبا بفارغ الصبر. طيب عايزين نسألك بقى أسئلة شوية بقى إيه يعني شخصية كده. أكتر عمل ممكن تكون، مش لازم نقول العمل بس ممكن نتكلم عليه، لو في حاجة أنت ندمت عليها بعد ما عملتها، ولا بتندمش على أي حاجة خالص؟ لا ندمت على حاجة كانت ليها علاقة بكاركتر كنت نفسي أعمله، كانت حاجة ليها علاقة بقناة كده مشهورة زمان، وقدمت السلوجن بتاعها اللي هي كان اسمها موجة، لو احنا ينفع مش مشكلة. المهم ليه بقى؟ لان انا كان عندي ريفرنس معين في دماغي كده اياميها، قناه في القناه بره كده، وكان السلوجن برضو راجل عامل ست بشكل كوميدي يعني. بعد كده لما اتنفذت للاسف التنفيذ ما عجبنيش خالص يعني، يوم التصوير والتنفيذ واللي طلع ما عجبنيش، واختلفت ساعتها مع المخرج ورفضت اكمل الكاركتر، لان انا قلت له الضحك طالع من فكره انها ست كبيره جدا 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 في السن، وبتعمل حركات مش لاقي على شكلها ولا سنها، فالضحك راح فين؟ قلت له فجاه انتوا حولتوها بقت يعني مزه. فده عمل عمل يعني زي حاجه كده مع الجمهور ساعتها يعني، بس كان ده عدى عليه سنين طويله قوي يعني، ده في عيال دلوقتي ما يبيعوش على الكلام ده يعني، كان ده من حوالي 15 سنه يعني. بس يمكن دي المره الوحيده اللي خلتني ساعتها، كنت لسه صغير وحسبتها غلط، انا سبت الجزء الفني كله للي بينفذوه. بعد كده لما اكتشفت النتيجه ما طلعتش عجباني، بقيت براي جدا ان انا اشتغل مع مين يعني، هي دي الفكره يعني، اشتغل مع مين، اختار الناس اختار كويس قوي انا اشتغل معاهم، بحيث انا بعرف كويس قوي ان اللي هيتقال هو اللي هيتنفذ على الاقل يعني. بس يعني دي يمكن التجربه الوحيده اللي زعلت بعدها، لكن على مدار عمري كله
لا انا فعلا فيش ولا اي حاجه عملتها اديت انا خالص نهائي نهائي يعني، كلهم دول بقى اللي كلهم احفادي وكلهم اولادي كلهم ادواري بقى، دول اقول عليهم عادي بقى دول كده. طب حسام ده المعروف ان هو مرتبط برضو بالناس في الشارع، والناس لما بتشوفه سواء بقى بتوقفوا بتكلموا على اعمال معينه او زي ما انت كنت بتتكلم من شويه ان كلمه سلوى دي بتطلب منك في اي مكان، احكي لنا عن اغرب موقف حصل لك مع الفانز بتوعك في الشارع. اغرب موقف حصل لي وانا بعد ما صورت مسلسل ابن حلال مع محمد رمضان اللي هو بتاع حبيشة، ده موقف غريب جدا بصراحة يعني. المسلسل كان لسه يعني لسه خلصان مثلا، ايه الحلقة خلصانة قبلها بيوم، وانا ماشي في الشارع قابلتني واحدة ست بسيطة كده يعني، فقامت شافتني قالت لي ايه ده اهو تعالى هنا، راحت ماسكاني من هدومي كده. انا كنت ساعتها بقى عملت ايه في الحلقة الأخيرة، كنت قتلت ابويا وكمان كنت بلغت عن حبيشه وده الاخطر يعني، انا بلغت عن بطل المسلسل اللي الناس كلها بتعشقه وانا مش فاهم، وبسبب ان انا بلغت عليه ان هو مات واتقتل يعني والكلام ده. فهي دي واحده من الفانز بقى بتاعت حبيشه بقى، ماشيه في الشارع ولابسه بقى جلابيه سودا كده، واحده بقى قاعد ماسكاني كده من هدومي، تعالى هنا انت بلغت عن حبيشه، فانا فاكرها بتهزر الاول، فبقول لها وبعمل ايديها كده، قالت لي والنبي شكلك كده بجد، وراح شداني عليها كده شده غريبه والله العظيم شكلك كده بجد دي، انا بصيت قلت في ايه ايه ده انت ده مش طبيعي، ده توحد مع الشخصيات عمري ما شفته في حياتي يعني، انت خارجه من المسلسل انت جايه معانا من هناك بتدور عليا بقى بتدور عليا والله العظيم. الناس اللي حشيتها فعلا، الناس جريت بسرعه كده، ايه ده ايه ده يا استاذه في ايه وبتاع استاذ حسام، انا ببص كده في حاجه حضرتك ده تمثيل والله العظيم ده تمثيل. لا بس حاجه زي دي تحسسك ان قد ايه الناس فاهم تبقى مرتبطه بالشخصيات جدا لدرجه يعني. بعدها انا ومحمد في الساحل قاعدين بنتعشى في مكان، بعدها على طول اللي هو في العيد اللي بعد رمضان ده، وبعد كده فجاه لقيت الويترز بينزلوا لي حاجه مزعلانين، بقول لهم مالكوا فيه؟ قالوا زي منك عشان انت بلغت عن حبيشه، بس هم كان حبيشه نفسه قاعد جنبي وواحد بياكل معاه نفس الطبق ومش زعلان، انتوا زعلانين؟ قعدوا يضحكوا جدا حبيشه شخصيا اهو. طيب ايه العمل اللي لسه ما عملتوش ونفسك ان انت تقدمه، او ايه الشخصيه اللي انت نفسك تقدمها؟ والله بصي انا بتفرج دلوقتي على مسلسل يعني اسمه ذا جود دكتور، هو البطل عنده اوتيزم بدرجات مختلفه يعني، ما فعجباني قوي فكره ان انا العب شخصيه شبه مريض الاوتيزم، اولا عشان نعرف الناس يبقى في توعيه، الناس تبقى فاهمه تتعامل ازاي معاه، لان ده احنا محتاجين فيه فعلا جزء كبير جدا من توعيه الناس عامه، وان ازاي يا رب اولادهم يتعاملوا ازاي مع مريض الاوتيزم والكلام ده، ما يتعاملوش معاه ان هو غريب، لانه كل ما هيغربوه كل ما هو هيزداد في حالته المتوحده مع نفسه، وهيبقى طول الوقت حتى مش عندوش فكره ان هو يبقى اجتماعي اكتر او كده، لكن احنا متعلمين من البدايه ازاي نتعامل معاه وازاي ناخد بايده ونساعده، خصوصا انا شايف ما شاء الله ان في توجه اليومين دول في الدوله يعني، عجبني جدا بصراحه ان السيد الرئيس امبارح ولا كان عامل في الاسبوع مؤتمر ده في اول اسبوع مؤتمر بيتكلم عن ذوي احتياجات خاصه وذوي الهمم، بجد انا مبسوط جدا ان الناس بدات يعني ياخدوا بالهم ان الناس دي فعلا محتاجه توعيه للشباب وللعائلات وليها حقوق رهيب طبعا. جدا ازاي ياخدوا الحقوق ده حاجه انا سعيد بيها جدا بشكل لا يوصف يعني. فبقول يا سلام كمان لو عملنا حاجه مثلا دراما، لان الدراما بتخش كل البيوت طبعا، فمن خلالها نعرض بقى حاله ده وطبيعه الاب والام اللي عندهم ابن زي كده ازاي يتعاملوا معاه، والناس تتعامل معاه مثلا لو هو اضطر بقى ينزل وهيشتغل وكده يتعاملوا معاه ازاي في الشغل، وخصوصا ان هم اغلبهم عبقره فعلا بمعنى الكلمه يعني طبعًا. عبقره دي كلمه قليله يعني، فانت عبقري، لكن هو عنده حاجه معينه لازم ازاي نتعامل معاها، وهو كمان ينمو ويعيش في المجتمع بشكل طبيعي يكفل له حياه يعني بالزبط. جميله يعني. بس طب عايزين نعرف من حسام عامه، عشان للاسف وقتنا جري، الجديد بقى، لان ناس كتير جدا من ساعه ما قلنا يا جماعه حسام داغر جاي معانا الناس بتقول له هيعمل ايه اللي جاي، فقول لنا بقى ايه الجديد عند حسام داغر. والله حاليا بحضر مسلسل كده لرمضان ان شاء الله يعجب الناس، برضو دور لذيذ كده مختلف عن اللي قدمته قبل كده، للاسف مش هينفع نقول اسم مسلسل ولا مع مين ولا مع اي حاجه،
لا نفحة خالص. بس كده حاجة نفحة يعني. كده سريع. لا انا اقول لك اللي صورته. انا عملت مسلسل تاني اسمه تسهيل. ده مخفف قوي. ضيف شرف فيه ومعنا مجموعة كبيرة. معاه بيومي وروجينا ومريم فارس. يعني مجموعة كبيرة جدا. كوكبة كوكبة بالظبط. فهينزل على منصة كبيرة برضو الفترة الجاية. عامل فيها دور ده مخفف قوي يعني الحمد لله. طلع جد بيومي بس مش هتفهمه ازاي. طلع جد ازاي بقى تفهمه ده خيال علمي. ده خيال علمي كده عبس يعني. مش عامل جد بس بشكل كوميدي يعني. فيا رب يعجب الناس ان شاء الله. والفتره الجايه دي يعني في حاجات بقى بتتحضر يعني. في حاجات منتظره يعني. عندي مسلسل برضو مع ماجد الكدواني بيتعرض على منصه تانية اسمه موضوع عائلي. مسلسل حلو جدا يعني. سعيد بالمشاركه فيه خصوصا مع احمد الجندي المخرج. وانا بحب احمد الجندي قوي. وعندي حاجه حصري بقى ليكم بقى. أيوة. ان انا ايه معاكم ان شاء الله في الكبير قوي الجزء اللي جاي في رمضان. الناس مستنيه سيد سوفت. كان دول داخل سيد سوفت. هم قرروا يرجعوا سيد سوفت تاني السنه دي. اللي كان بيعلم ميكي بقى الكبير قوي حاجات. أيوة. كتير. فسيد راجع في ثوبه الجديد بقى في الجزء ان شاء الله. الله يخليك. في انتظار كل الاعمال اللي هتكسر الدنيا. حسين بجد انت نورتنا النهارده وميرسي ليك جدا جدا. ويعني تعال لنا كل يوم. والله انا اللي مبسوط جدا. ويعني فعلا احلى صباح بديته يعني من فتره طويله. ربنا يخليك معاكم هنا في عيش صباح. مستنيين ان شاء الله تخلص الاعمال دي كلها وتجي لنا تنورنا هنا تاني بقى عشان نتكلم على الاعمال دي كلها. نتكلم بقى كتير ورا الكاميرا ورا المايك اكتر ما نتكلم. مش خايف على اكل عيشنا. هنسيب حاجه نقولها قدام المايك. هنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده من عيش صباحك مع يوسف التهامي وفن امام. ان شاء الله ويك اند سعيد عليكم كلكم. صباحكم زي الفل. كنتم مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.